رح نحكي ضمن فقرتنا عن إشهار الرابطة السورية للتروية القلبية، واللي هي خطوة جدا مهمة في منح التخصص مساحة هامة من الخدمات الطبية، وأيضا في رفع كفاءة المتخصصين وفق معايير عالمية. أكيد رشا، اليوم راح نتعرف على ماذا تقدم من خدمات الرابطة السورية للتروية القلبية وأيضا مهامها ومجالاتها. طبعا راح نستفسر عن كل هاي الأسئلة ويجاوبنا عليها ضيفنا اللي صار معنا بالاستوديو الأستاذ عماد بازر باشي، هو عضو مجلس إدارة في الرابطة السورية للتروية القلبية وأمين سر الرابطة. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. أهلا، صباح النور يا صباح الخير أستاذ. أهلا وسهلا بحضرتك ويعطيكم ألف عافية لكل الجهود يلي عم تشتغلوا عليها. سؤال بديهي اللي بيطرح دائما نفسه بداية حديثنا، انه اليوم شو أهمية هي الرابطة؟ خلينا نحكي عنها بشكل موسع. هي أهمية الرابطة تتلخص بالعمل على تطوير مهنة التروية خارج الجسم، وضعها ضمن أطر علمية وسوية نقول نحن. فإذا بدنا نحن نجي نطور أداء هالمهنة، فأول شيء العمل على توصيف المهنة بوزارة الصحة. توصيف المهنة، شو المهام اللي هي بدها تقوم فيها؟ أنا انطلاقا من هالمهام يلي بدها تقوم فيها عناصر التروية القلبية، فلازم نرجع نأردف عليها برامج تدريب وتأهيل ورفع سوية العاملين بهذه المهنة، ووضع إطار علمي لمن سيقومون بالمهنة مستقبلا. بعد هذا الشيء، فالرابطة المفروض ينحط برامج تدريب وتطوير وتأهيل للعاملين بالمهنة، وربطها بالمستجدات العالمية أو المستجدات المحيطة فينا نحن. هذا طبعا على مجال سوريا كلياتها، ما له محصور بمنطقة معينة، ويشمل المشافي العامة والخاصة. طيب أستاذ عماد، قبل ما نبلش الهواء كنت عم بسألك، هل هي مثلا أعضاء هنن فقط أطباء؟ قلت لي لا، الأعضاء ليسوا أطباء، هنن العاملين أو الفنيين ضمن التروية القلبية. خلينا نشرح ونبسط للناس اللي عم بيتابعونا، وخصوصا أنه هي أيضا تم إشهارها من أيام قليلة، يعني مبروك لكم، ولكن خلينا نشرح للناس شو هي الرابطة، مين بتضم وشو بتقدم. هلأ هي لقلك بقى شلون، في خطوة سبقة الرابطة، هي ضمن وزارة التعليم العالي، هي إحداث شهادة ماجستير للتروية القلبية. ماجستير التروية القلبية حدد الاختصاصات اللي ممكن أنه هي تعمل ضمن هذا المجال، يلي هي أولا طب بشري، بيكون ناهي يعني طبيب، صيدلة، هندسة طبية، كلية العلوم فرع علوم طبيعية اختصاص حيوية كيميائية، كلية العلوم الصحية. فبتشوفي في طيف من الكليات ممكن انه هي تدخل لمجال الماستر. فنحن اذا فما بنقدر هلا نقول هل هو فني ولا هو طبيب، مفتوحة هذا. يعني انا ممكن لاقي مهندس طبيات، وممكن لاقي طبيب، وممكن لاقي خريج كلية علوم أو علوم صحية. فصار في طيف من الناس اللي بدها تتقدم لهي المهنة. هلأ نحن ضمن هلأ التجربة صار لها سنتين، وهلأ أول دفعة بدها تتخرج. فنحن كرؤية مستقبلية رح نحط هالمهنة ضمن أطر علمية صحيحة. أنا هذا رأيي. هلأ الموجودين الغالبية هنن خريج بوزارة التعليم العالي، هنن خريجين كلية العلوم، بوزارة الصحة هنن خريجين معهد الصحي أو المعهد الطبي ضمن اختصاصاته المختلفة. أما هلأ التوحيد بيبتدي
من الماستر تمام، وبيرجع مع الوقت نحن خطط مستقبلية سيتم السير بمنهج مدروس. طيب استاذ خلينا نتوسع اكثر كرمال كل حدا عم يشوفنا يستفيد من فقرتنا لليوم بالخدمات اللي حضرتكم رح تقدموها بمجال التروية. خدمات الرابطة خدمات الرابطة. نعم. هلا هي خدمات الرابطة كلياتها تصب عند المريض. نعم. تمام. هلا لا تصب عند المريض بالإطار الأمثل، والكل بيبحث عن الأمثل، فلازم تكون سوية العاملين متطورة. يعني أنا بدي أتبع نساوي دورات تدريبية تعليمية بالإضافة للدورات ندوات ومؤتمرات أو مشاركة خارج إطار سوريا بما يصب بمفهوم التروية القلبية. تمام. طيب رح يكون في لهم تواجد ضمن المشافي اليوم؟ مين؟ خليني اقول الاعضاء أو موجودين. موجودين هلا حيكون في اختصاص، يعني اليوم حنقول هدول مختصين من الرابطه للتروية القلبيه رح ترتفوا فيهم المشافي. هل في مثلا خليني اقول تمرينات معينه او شيء معين رح تطوروا عملهم اصلا اللي هن موجودين في ضمن هذا المجال؟ العمل بجراحه القلب قائم من حوالي 50 سنه بسوريا. تمام. والعمل قائم وبيقوم في بغرفة العمليات، عم بحكي فريق هو الجراح والمخدر وتروية خارج الجسم والعناصر الرديفة سواء من فنية التخدير أو التمريض. فهذا العمل قائم بس ما له محطوط ضمن الإطار اللي لازم هو يكون موجود. شو هو الإطار اللي انتوا عم تسعوا انه هو يكون موجود؟ في مذكرات تفاهم رح تعملها الرابطة مع كل من وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي. هدف هاي مذكرات التفاهم وضع الأطر الصحيحة لعمل القائمين بهاي المهنة والعمل على تطوير المهنة. مذكرات تفاهم رح تتوقع مع كلا الوزارتين وهي اللي بدها تشكل المنهج والطريق اللي لازم يكون لهي المهنة. أما هلأ قائمة المهنة قائمة والعاملين يعملوا وبكل جهودهم، لكن الرؤية خلينا نصير دائما أفضل وبشكل متطور. تمام. طيب استاذ اليوم من خلال رؤيتك المستقبليه اليوم كيف رح ينعكس وجود هي الرابطه على سويه المختصين ضمن هذا المجال؟ الرابطه مثل ما قلت لك في إلى اهداف، بقى نحن اذا باشرنا بتطبيق هالاهداف فرح ينعكس على العاملين ضمن هالمهنه. يعني هلا نحن بالاشهار تم في عندنا 85 عنصر بسوريا يعمل بهاي المهنه. نعم. تم تقديم طلبات تنسيب للرابطه. شلون بس اللي تنسبوا للرابطه فرح يكون في برامج تدريب وتاهيل. يعني الواحد ما أقول إنه أنا اشتغلت هالمهنة وخلصت وتعلمت، لا، الطب فيه كل يوم شيء جديد، فمواكبة المستجدات لازم يكون ضمن هيكلية معينة لحتى تطرح هي هالمستجدات على العاملين بهالمهنة والعمل على إدخالها ضمن الواقع المهني. أكيد نتمنى لكم كل التوفيق. أكيد ويعطيكم العافية وإن شاء الله قريبا بيكون لنا لقاءات مع تطور أيضا بالعمل وتحقيق بعد الأهداف. هذا هدفنا اللي وضعته. شكرا لوجودك معنا. شكرا لكم. شكرا. شكرا. شكرا لحضرتك. أهلا وسهلا فيك ومبروك الإشهار، وهيك بإنتظار خطوات أخرى يعني للمستقبل. إن شاء الله. إن شاء الله.